بروح لموضوع مختلف حبتين. هنتكلم شوية عن منتخب مصر الأول اللي الحقيقة اللي طلع للسيدات بقيادة محمد كمال اللي جدد فوزه مرة كمان على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. واللي حصل إن كان منتخب مصر للسيدات نجح قبل كده في إنه يحقق الفوز في مباراة الذهاب وبنفس النتيجة. الحقيقة يعني المنتخب ماشي بخطوات كويسة جدا جدا، وزي ما بننتقد السلبيات في بعض الأحيان لازم كلنا نشيد بأن الحقيقة في اهتمام كبير بمنتخب السيدات والكرة النسائية في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ، وعشان كده أهو بيؤتي ثماره زي ما بيتقال. عموما تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل من كابتن محمد كمال اللي منورنا على التليفون وهو المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات. يا كابتن صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل على الجميله لهواند، وبشكركم على الدعم بتاعكم يعني للكره النسائيه. لا شكر على واجب، لا شكر على واجب. وبدايه الكلام مليون مبروك، وطبعا عايزين نعرف من حضرتك، احنا كده طبعا ماشيين بشكل كويس جدا الحقيقه، لكن احنا عايزين نعرف احنا فاضل لنا كام ماتش لحسم التاهل بقى عشان الطمانينه تتحقق بدرجه مليون في الميه. هو الحمد لله احنا يمكن نتيجه الشغل، احنا مش وليد ماتش واحد، احنا اكيد بنشتغل قبلها سنة ونص سنتين. الملف ده كان مقفول بقاله 6 سنين تقريبا، ما كانش حد بيهتم بالكره النسائيه ولا المنتخبات، وكنا بعيد خالص عن المشاركات الافريقيه لدرجه ان احنا كنا بره التصنيف. فبدانا نشتغل على المباريات الوديه ونلعب مباريات وديه في الفيجا ديت، ونشتغل ونطلع جيل تاني، اللي طبعا حضرتك عارف من 2016 في اكيد جيل اختفى من اللعبه، وبدانا نشتغل على جيل جديد. احنا ناقص لنا مباراه واحده، هي يعني مباراه مهمه جدا جدا مع السنغال، الفائز من السنغال وموزمبيق. الماتش الاولاني خلص بين الاثنين في السنغال 1-1، الماتش ان شاء الله يوم الثلاث بينهم في العوده في موزمبيق، اللي كسبان هو ده اللي هنلعبه. ودي الخطوه الاخيره اللي هي تخلينا نوصل ان شاء الله في المغرب كاس امم افريقيا المغرب شهر 5 2024 باذن الرحمن. وان كانت الجمله اللي حضرتك تفضلت بيها من النوع الحزين ان في جيل كامل اختفى من اللعبه دي. بص يا كابتن محمد، اولا يعني خليني اقول لك انا سعيده جدا على المستوى الشخصي ان انا بسمع ان احنا عندنا كره قدم نسائيه، وابتدت دلوقتي الانديه المختلفه كمان تدخل هذه اللعبه عندها في الانديه، والانديه الكبرى منهم طبعا النادي الاهلي. وفكره كمان ان انا يبقى عندي لاعبات يجي منهم بشكل كبير جدا، ويبقى مستقبل كمان الى حد ما ممكن يكون مضمون، وانت عندك كمان مصريات، وحضرتك طبعا عارف ده اكتر مني، في مصريات محترفات كمان في الخارج في انديه كبرى، فالبوتنشال موجود والقدره موجوده والموهبه موجوده، لكن للاسف ما يمكن ما كانش فيه اهتمام بشكل كبير في الفترات والسنوات السابقه. انا خليني اقول لحضرتك، ما اعرفش تعرف المعلومه دي ولا لا، بس انا من عشاق كره القدم، كنت بلعب كوره وانا صغيره كمان زمان مع كابتن سحر الهواري في نادي الطيران، ويعني انا من الناس اللي بحب جدا جدا وبسعد جدا لما بسمع عندنا لاعبات وعندنا اهتمام بالرياضه دي تحديدا. بس خليني برضو ابقى صريحه مع حضرتك، احنا لسه بعيد شويه كمان عن، مش هقول اوروبا، احنا لسه بعيد شويه عن بعض الدول، يمكن من التوب 10 دلوقتي المغرب، منتخب المغرب. فطمنا على الفتره اللي جايه كابتن محمد، قول لنا الدنيا هتمشي ازاي عشان برضو الناس دلوقتي تتابع وتبقى فاهمه احنا فين في الملف ده. طيب، هو حضرتك قلتي كلام مهم جدا جدا، وانا كده بتكلم مع لعيبه كره القدم يعني، فكده يبقى الكلام هيبقى اسهل واسرع. اولا احنا طبعا من ايام دكتوره سحر طبعا كل التقدير والعرفان باللي عملته في بدايه اللعبه ودخولها، انما للاسف هي كانت بتحارب لوحدها فتره طويله جدا مع مختلف مجالس الادارات. صح. يعني ما كانش الايمان باللعبه موجود عند المسؤولين للاسف، وده اللي اخرنا كتير جدا جدا، وجينا فتره كمان كانت اصعب واصعب من 2016، احنا بعدنا خالص عن المشاركات، وكل ما نشترك في بطوله لا نعتذر نعتذر نعتذر، هذا طبعا اخرنا، وفي دول بدات تطلع وتكبر وتخش في الرانكينج خلاص يعني حطت رجليها يعني. صح. فاحنا عشان نحارب تاني احنا كنا لازم نعمل مجهود مضاعف من اول الاستاذ احمد مجاهد لما جه في اللجنه الثلاثيه وبدا يحط ايده على الملف، وبعدين الاستاذ جمال علام والدكتوره دينا الحقيقه اجتهدوا جدا جدا في الملف ده، بدانا نحط ايدينا وبدانا نشتغل مع بعض، وبدانا عايزين ننجح وعايزين لان ما يصحش اسم مصر كبير جدا جدا ما يبقاش كل الدول بتشارك، الدول العربيه والدول الافريقيه بتشارك واحنا قاعدين نتفرج عليهم، ففي غيره يعني لازم لو عندنا غيره زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي ان عندنا اكثر دلوقتي من 14 لعيبه محترفه بين الجامعات الامريكيه والدوريات الاوروبيه، وسنهم صغير، وثقافه الاسره كمان اختلفت ان هم يلعبوا والبنت تسافر والبنت تلعب. صح.
ما كانش الثقافه دي موجوده. حتى الموجودين دلوقتي في الانديه في مصر كمان القرار بتاع الاتحاد الافريقي ان لازم يكبر الانديه انها تنشئ بالظبط كره قدم، وده اللي هيعمل فارق يعني، هو ده اعتقد اللي هيعمل فارق. اكيد طبعا. والنادي الاهلي كمان عامل يعني، لما النادي الاهلي القيمه الكبيره والاسم الكبير لما يعمل فريق كره قدم اكيد معلش يعني اكيد اغلب الانديه هتمشي على حزو هذا النادي اللي هو بالنسبه لهم قدوه ومثل، وده المطلوب بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ان كمان في على فكره بالمناسبه يعني عندكم برضو خبر كده، في عندكم لعيبه اسمها كاميليا ديب، دي لعيبه النادي الاهلي 2004، هي مواليد 2010 بس انا معايا في منتخب تحت 20 سنه. البنت دي لعيبه واعده جدا جدا برضو، انا بقولها لكم يعني على اساس قناه الاهلي. ودي موجوده لعبت معايا ماتش المغرب اللي كسبناه 3-1، وماتش ثاني كسبناه 1-0 تحت 20 سنه. فعندنا كوادر وعندنا بنات متميزات جدا، والنادي الاهلي اكيد هيبص على الملف ده باهتمام لان اسم النادي الاهلي كبير، فاكيد هيدعم ويبدا يشتغل على الاكاديميات ويبدا يكتشف مواهب ثانيه. ان شاء الله انا شايف طفره كبيره في اللعبه. يا رب فعلا ده يحصل، ولو تعثرتوا في اي لاعبه انا موجوده يعني، مواليد ده مواليد 98 يعني تلعب تحت سن 14 مستريح بحضرتك. ما انا كنت فيرود والله يا كابتن محمد. والله. طب عايز اقول لك على حاجه، والله دوره المتحده لو حضرتك تابعتها في رمضان انا اللي جبت جون الفوز عشان تبقى عارف يعني، حطوني احتياطي لو في اي قناه النادي الاهلي بتطمن معانا مؤثر. برضو عايزين نطمن من حضرتك على يعني السكواد الحالي، الى اي درجه حضرتك بتطمن ان احنا نقدر ناخد بيه او من خلاله بطوله افريقيا؟ والله احنا عندنا مجموعه استاذ كريم، مجموعه مميزه جدا. يمكن في ماتش جنوب السودان انا جايب 6 محترفات، منهم حارس مرمى عزه الفولي دي بتلعب في واتفورد الانجليزي 2004، ومعاها مها تمرتاش بتلعب في رومانيا، جايب سامي ادم بتلعب في النمسا، ساره اسماعيل بتلعب في اسبانيا، ساره عصام بتلعب في انجلترا، منى طارق بتلعب في الاتفاق السعودي، امنيه محمود بتلعب في الله. ده المحترفات في كره القدم النسائيه اكتر من الرجاله على فكره. مش كده ما شاء الله حضرتك عمال يعدد نقطه فعلا صح. اتفضل يا فندم. ثلاثه في امريكا كمان، ندى كريم، دانا كريم، وليلى شبيف، ونادي رمضان، دول لعيبه مميزه جدا جدا قدام الامريكي كما تعلموا ان هو قوي جدا وبيهتموا قوي قوي. فان شاء الله دول باذن الله دول الذخيره بتاعتنا، دول السكواد بتاعنا ان شاء الله هنلعب فيه ماتش السنغال. وانا بقول لحضرتك ان شاء الله هيبقى فيه مداخله مع بعض، واحنا بنهني بعض بالمكسب ان شاء الله. ده مش مجرد مداخله، حضراتكم تيجوا تنورونا بقى وتنوروا الاستوديو كله. يا ريت يا ريت ان شاء الله باذن الله موفقين يا رب، وباذن الله كل مجهوداتكم دي تكلل بالنجاح باذن الله. ان شاء الله حبيبي كل التوفيق كابتن محمد، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل بكتير للكره النسائيه ان شاء الله المصريه ومنتخب مصر. شكرا ليك جدا جدا بالتوفيق.